الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلة لدرس كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلتنا هي منزلة المعرفة، أن هذه المنزلة من المنازل المتقدمة، ولكنها جاءت في مدارج السالكين من المنازل المتأخرة، جاءت بعد جملة طويلة من المنازل. ولو أردنا أن نجعل أساس السير إلى الله وجوهره لاختصرنا السير إلى الله في منازل رئيسة، أي في المنازل الرئيسية، مثل الحب، منزلة عظيمة جدا، التوكل منزلة عظيمة، الصبر من المنازل الجليلة، المعرفة، المعرفة التي نحن بصدد الحديث عنها هي تعتبر من أجل المنازل، الشكر والصبر والخوف والرجاء، هذه أساس منازل السائرين السالكين إلى الله جل وعلا. لا يتصور أن يسلك أحد سبيلا من السبل وإن كان باطلا بغير معرفة. فأنت تسلك سبل الدنيا بمعرفة، تسلك سبل السير الحسية بمعرفة، ولو جهلتها ضللت. شخص يريد أن يسافر إلى مدينة من المدن وهو لا يعرف أين يذهب أو بأي طريق سيذهب، سيضل. ولو أنه سار في الاتجاه بغير دليل ضل. ما أنت ماشي يقول لك كده بتمشي المحل الفلانية، لكن بيجي الليل وطريق ما في وما في أسفلت، وبتلقى 20 درب، وكل درب يمرقك في جهة. لماذا يموت الذين يضيعون ويضلون في الصحراء؟ لأنهم لا يعرفون الطريق. وفي ناس بيعرفوا، يقول لك الدرب ده بوديك المحل الفلانية ويمشي يوصلك، يقول لك الجبل ده خليه على يدك الشمال، الجويز ده خليه على يدك اليمين، الجويز خليه على يدك شنو؟ اليمين. امشي كده يوصف لك خلا صقيعة ما فوق اي معالم، ولكنه يحفظها حفظا جيدا من خلال دربة وخبرة وتجربة. طيب، وكذلك المعرفة بالنسبة لمنازل السائرين. وسأجيب على السؤال الأول، لماذا أخر الهروي المعرفة فجعلها من منازل النهايات ولم يجعلها من منازل البدايات؟ ولا غضاضة في أن المعرفة هي التي تبدي وتنشئ السلوك الصحيح، وعلى حسب صحة تصورك وسلامة فكرك يستقيم سلوكك. يعني شوف في راسك ده هو بيمشيك كويس. لو فهمك صحيح، فهمك صحيح، كلامك صحيح، وفعلك صحيح، ومواقفك صحيحة. إذا حصل اختلال في السلوك أو في الأقوال أو في الأفعال أو في الأحوال أو في المواقف، فبسبب خلل في الفكر والتصور، وفساد التصور يفسد العمل. ولا شك أن المعرفة الصحيحة تفجر السلوك الصحيح، لكن الهروي يعتبر أن المعرفة بمعناها الأكمل لا يصل إليها العبد إلا بعد أن يسير طويلا في طريق السير إلى الله، ليكون بعد ذلك من العارفين. وإذا أطلقت المعرفة على أحد وقيل فلان من العارفين، لا يكون ذلك إلا بعد طول استقامة وطول نفس وطول عهد بالطاعة والخدمة لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول صاحب المنازل الهروي: باب المعرفة. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الاستشهاد بالآية واضح لوجود ما عرفوا، بسبب ما عرفوا من الحق جرت مدامعهم وسالت دموعهم وفاضت عيونهم مما عرفوا من الحق، ف
فلولا أنهم عرفوا من الحق لما تأثروا، وإلا فإن الكثير من الناس يسمع ولا يتأثر لأنه لم يدرك. داود ابن نصير الطوسي رحمه الله تعالى عنده قصة عجيبة. كان طفلا صغيرا فأرسلته أمه إلى الكتاب اللي عندنا بيسميها شنو؟ الخلوة. وطبعا الخلوة جمعها على خلاوة خطأ لغوي فاحش، إنما جمع خلوة على خلوات، تجمع خلوة على شنو؟ على شنو؟ على خلوات. فذهب إلى الكتاب ورجع مهموما، يعني الشافع مهموم. دخل على أمه وجلس وما سلم عليه على عادته، سامع صغيروني. قالت يا داود، فلم يرد عليها. يا داود، فلم يرد عليها. فحملته، ما أمه شالته، شافع بالشال يعني، ممكن تشيله في صفحته، وهزته يا داود يا داود. فقال ما لك يا أماه؟ قالت أين ذهب عقلك؟ قال مع عباد الله. قال لي عقلي مشى مع شنو؟ عباد الله. قالت أي عباد الله؟ قال ما درسناه اليوم في الكتاب، فذهب عقلي معهم. قالت إلى أين؟ أين عباد الله؟ قال في الجنة. قروا كلام الصورة حفظها له فهمها، بقى مشغول. قلت له وأي عباد الله؟ قالت يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله. دي العباد، يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قاعد يقرأ ليها، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأس. قاعد يقرأ ليها حتى بلغ قوله تعالى أولئك كان سعيهم مشكورا. قال ما هو السعي المشكور يا أمه؟ ما هو سعيهم المشكور؟ أمه قالت الولد جنة، قالت الولد ده جنة. ودوا الكتاب قروه سورة الإنسان، عرف عباد الله وفكر فيهم في الجنة، وهو كيف يبقى زي يوم وعرف دخلنا الجنة السعي المشكور. شوف المعرفة دي، وقال لها السعي المشكور شنو يا أمي؟ قلت دقيقة، نادت أبوه طوالي، قلت تعال شوف الولد ده، أبوه عالم، أبوه عالم راسخ، ما هنا حتى يقول لك ولدك لسه صغير على القرآن، ما تقرر القرآن لأنه بفوت سطر. يقول لك كان قررت القرآن بفوت سطر، يفوت سطر كيف يعني؟ يقول لك بيتفك منه، بيحلق صامول، ولا بيقول شنو يحلق صامول، يا دوب بتربط الصواميل، القرآن بيربط الصواميل مش بيففكها، والله لو قرأ قرآن الصواميل تتربط جد جد. جاء قال لا في شنو؟ قال لي يا أبي أولئك كان سعيهم مشكورا، ما هو سعيهم مشكور؟ قال قولهم لا إله إلا الله، فما زال داود لا يفارق لسانه حتى شاب لا إله إلا الله مما عرفوا. أنت لو عرفت بتتأثر، لو ما عرفت تقرأ وما تفهم أي حاجة تتأثر. هؤلاء ما الذي أبكاهم وما الذي أجرى دموعهم؟ قال مما عرفوا من الحق. قال الهروي المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. لا تعرف إلى هنا انتهى كلام من الهروي في المقدمة. يقول ابن القيم، يا السلام، ابن القيم نجر، قال وقعت المعرفة في القرآن لفظا، يعني لفظ المعرفة، يعني مثلا السكر والصحو ما جاء في القرآن بلفظه، صح؟ والاتصال والانفصال، صح؟ والقبض والبسط، لكن الصبر جاء في القرآن بشنو؟ بلفظه. والشكر جاء في القرآن بلفظه. والمحبة يحبهم ويحبونه جاءت في القرآن بلفظها. المعرفة جاءت في القرآن بشنو؟ بشنو؟
بلفظها. قال تعالى مما عرفوا من الحق، وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال عمل مقارنة بين المعرفة والعلم، وهذا من عظيم ذكاء ابن القيم. قال ولكن العلم في القرآن أوسع إطلاقا من المعرفة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فاعرف، أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما قال الذين يعرفون والذين لا يعرفون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا العلم، قال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا كما أن الله وصف نفسه بالعلم ومشتقاته ولم يصف نفسه بالمعرفة أبدا. يقول تعالى والله بما تعملون عليم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، عالم الغيب. علم الله أنكم، علم، علم ويعلم وعليم وعالم وعلام الغيوب، وصف نفسه بالعلم ومشتقاته ولكنه لم يصف نفسه بالمعرفة. قال ابن القيم وفيها دليل على أن العلم أكمل من المعرفة، إذ أن ما وصف الله به نفسه هو الكمال، فإن الله لا يصف نفسه بلفظ مع وجود ما هو أفضل منه، فلو كانت المعرفة أكمل لوصف الله بها نفسه. وليس في القرآن والتنزيل أو في السنة والوحي والذكر والحديث والله يعرف والله عارف وهكذا. طيب قال ابن القيم المعرفة وردت بخصوص في يعني في مؤمني أهل الكتاب، قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بعد ذاك الآية وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. طيب وكذلك الذين آتيناهم الكتاب شنو؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال ابن القيم بعض علماء السلوك يقول المعرفة أجل من العلم، لأن الله وصف نفسه بالعلم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعلم الله، واعلموا أن الله يعلم ما في نفوسكم، والله سميع عليم، والله عالم الغيب، علام الغيوب. وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفة. قال ابن القيم عنده قاعدة عجيبة، لا ولاية، ما الناس دار يبقوا أولياء لله، صح؟ صح ولا ما صح؟ الناس دار يبقوا شنو؟ أولياء لمن؟ لله. لا ولاية كاملة إلا بالعلم، وما اتخذ الله وليا جاهلا. ما في واحد من أولياء الله جاهل، من حس أكلمك؟ ما اتخذ الله وليا شنو؟ جاهلا. واحد جاهل ربنا يعمل ولي ليه؟ هو ولي لله، ربنا يعمل ليه ولي جاهل؟ يعلمه ثم يتخذه وليا سبحانه وتعالى. الفرق بين العلم وبين المعرفة، قال ابن القيم الفرق من حيث اللفظ عرف وعلم. ما الفرق؟ المعرفة أفعالها لا تتعدى مفعولا واحدا، عرفت محمدا انتهى، كلام كافي جدا. ولكن العلم يتعدى إلى مفعولين، فإن علمتموهن مؤمنات، في مفعولين هنا، وين المفعولين؟ نون النسوة مفعول به أول، ومؤمنات مفعول به ثاني، صح؟ فإن علمتموهن، وواو الجماعة هو شنو؟ هو الفاعل. فإن علمتموهن مؤمنات، فلذلك من حيث اللفظ فإن المعرفة تقع على مفعول واحد، عرفت الدار، كلام كافي ولا ما كافي؟ لو قلت لك عرفت الدار، عرفت المنزل، الكلام ده كفاية ولا ما كفاية؟ أه؟
لكن ما بتقول علمت الدار. علمت الدار شنو؟ فالعلم يقتضي مفعولين، إذا وقع العلم بمفعول واحد كان العلم بمعنى المعرفة. يعني العلم لما يجي بمفعولين معناها ما المعرفة، ولما يجي العلم بمفعول واحد شنو معناها؟ شنو معناها؟ المعرفة. طيب الفرق من حيث المعنى، معنى العلم شنو ومعنى المعرفة شنو؟ أسمع الكلام ده. المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم بصفاته وأحواله ونعوته. تقول عرفت محمدا وعلمته كريما جوادا شجاعا، فبالتالي العلم ينصب نحو شنو؟ نحو الصفات، والمعرفة نحو شنو؟ نحو الذات. المعرفة يتعلق بشنو؟ بذات الشيء. عرفت الدار، طيب واسعة ولا ضيقة؟ دي ما دايرة معرفة، هي دايرة شنو؟ ها؟ دايرة علم. البيت ده كيف؟ فيه كم غرفة؟ بيشيل كم أسرة؟ فيه سيراميك ولا صقيعة ساكن؟ الشيء ده بالمعرفة بتعرف. أنت بتشوف البيت ده برا تقول عرفت الدار، دخلت جوا علمت. هذا هو الفرق بين العلم وشنو؟ المعرفة. الفرق الثاني، والله ابن القيم ده خطير، المعرفة تكون غياب بعد إدراك. الشيء تشوفه وتاني يغيب منك، تاني لما تعرفه بيقول عرفته. عشان كده الزول لو طول منك وسلم عليه بيقول شنو؟ ها؟ يقولك علمتني؟ علمتك وين أزول أنا؟ خفاياك وعمرك وأنا ما علمتك، عرفتني؟ تقول والله يا أخي شايفك يا أخي يقول لك يا أخي احنا قرينا سوا قبل 20 سنة. أيوة تقول له عرفتك. عشان كده إخوة يوسف دخلوا عليه فعرفهم، ما علمون وهم له منكرون، شافوا زمان، تجدد الإدراك بهم ثانية بعد غياب فصار معرفة. وأهل الكتاب قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أهل الكتاب عارفين الحق ودسوه. جاءوا ثاني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا، جاءهم ما عرفوا. وفي القيامة قال الله عز وجل عن أهلها ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار شنو؟ يتعارفون بينهم، يتعارفون معناها في سابق معرفة. وين كانت؟ في الدنيا، يتلاقوا في الدنيا في البكيات والمناسبات والمقابر والفاتحات والجو والمساجد، ويتلاقوا وبعد ذاك يتلاقوا يوم القيامة، كانوا إحنا يتعارفون بينهم. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم. فالمعرفة تكون إدراك بعد شنو؟ بعد شنو؟ بعد غياب. أيوة تمام. طبعا يا أخواننا والله الناس يعني بيحرجوا الزول، يقول لك عرفتني؟ طبعا الصحيح تسلم عليك كان لقيته حسيت أنه قل له أنا فلان الفلاني طوالي، لكن في ناس يحرجوك يقول لك عرفتني؟ تقول له والله، يقول لك كده تذكر. بعدين في ناس يصلوا معي جمعة واحدة يقوم يلاقيني يقول عرفتني؟ أقول له ما عرفتك. يقول يا أخي أنا صليت معك قبل كده زمان، يا أخي أنا عايز أعرف الجامع كله، أعرفه كيف الجامع والله، ويزعل يقول لك كيف ما تعرفني؟ أها أنت منو؟ يقول أنا صليت معك. أها وتاني يقول لي مشيت بس تاني مرة واحدة بس صليت معك. طيب أعرفك كيف أزول؟ هذا كل شيء أزول يعني ما هو زول ملازم. بعدين تجيك في مئات الناس يقول لك أنا ما حضرت معك درس، يتونس معي يقول لك لا. طيب أعرفك كيف أزول؟ شفت؟ فدي المعرفة. شوف الموضوع ده خطير كيف، الفرق بين العلم والمعرفة. لو كان بمعنى واحد لاستوى ضدهما. ما هو ضدهما؟ بمعنى شنو؟ العلم ضد شنو؟ الجهل. والمعرفة الإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا يدل على أنها إدراك بعد غياب. نعمة الله اللي عرفوها دي قبل كده جاتل ولا ما جاتل؟ جديدة ولا فيه؟ نعمة الله دي جديدة ولا فيه؟ فيه.
وبعد ده قالوا ما في نعمة. معناه شنو؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. العلم ضده الجهل، والمعرفة ضدها الإنكار. طيب ابن القيم يقرب المعنى، يقول العلم أقرب إلى التصديق والمعرفة أقرب إلى التصور. يعني شنو؟ زي ما قلت لك، لو قلت لك دمنه هتقولوا دمنه هذا فارس، تعرفونه بنعرفه، بسلم لكم ما أي زول عنده تصور عنه، شاب زول كويس وبسجل الدروس كده معرفة. لكن لو قلت لي بعلمه أو عندي به علم، بقول لك سافرت معه، عاشرته، اتعاملت معه بالدرهم والدينار، كيف تدعي أنك تعلمه؟ فالعلم تصديق، والمعرفة شنو؟ والمعرفة تصور. طيب يقول ابن القيم صاحب المنازل، يقول المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. ابن القيم يعترض على هذا التعريف، عارف يقول شنو؟ الإحاطة بعين الشيء وإدراك ذاته كما هو في حق الله منتفل. صح؟ صح؟ ليه؟ من الذي أحاط بالله معرفة وعلما؟ والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والله يا أخي ابن القيم ده نجيب كلامه، ده نجيب. قال لي يا أخي المعرفة بالمستوى التفصيلي، أول حاجة قال المعرفة ما فيها تفصيل، التفصيل في العلوم في العلم، أما المعرفة فإنها شنو؟ كليات وإجمال. زي ما قلت لك جيت برا تقول عرفت مسجد المؤمنين، لو دخلت تقول علمته طوله كده، عرضه كده، فيه كذا مروحة، فيه كذا عمود، فيه كذا ناي، الإمام الراتب، الراتب فلان، وهكذا تقدر توصفه. عشان كده قلنا لك جبال العلم بيرتبط بشنو؟ بشنو؟ بالأوصاف، بالصفات. والمعرفة تتعلق بشنو؟ بالذات. والذات ذات الله تعالى لا يعلمها الناس إلا بما أو بما دلهم عليه، بما دلهم شنو؟ عليه. وهذا بعض تفسير قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. خبيرا هنا المولى جل وعلا نفسه، لأنه لا يخبرك عن الله مثله ولا يدلك إلى الله سواه. ومن ذلك أنه سخر الرسل وأرسلهم ليدلوا العباد إليه بما أوحى إليهم، فإن الرسل لا يحدثون عن الله من تلقاء نفوسهم ولا من عقولهم، ولكن بما أخبرهم الله عنه ليخبروا عباده ويدلوهم ويقودونهم إليه سبحانه. لذلك ابن القيم يعترض على مسألة شنو؟ على مسألة الإحاطة بعين الشيء كما هو، فإن الله لا يحيط به أحد، لأنه قال الإحاطة. ابن القيم قال لي ده في الله ممكن تحيط بأشياء، وفي أشياء يا أخي من مخلوقاته لم يحيطوا بها. صح؟ النجوم كم في السماء دي خلقهم عدة، تقدر؟ حس العلم ذاته الناس في العلم، والله يا أخي العلم ده قاصر فعلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله العظيم. حس الآن قال لك البشرية تريد أن تعرف سر الوجود، عملوا نظرية أطلقوها قبل شهر تقريبا اسمها الانفجار العظيم، دايرين يعرفوا الجزيئات الدقيقة التي تكون منها هذا الكون. الكون تكون كيف؟ كيف تكون هذا الكون؟ تكون من جزيئات صغيرة، بريتون ونيترون والكترون، ولذات اللي جواها جزيئات دقيقة جدا قاعدين يعملوها يا أخي سنين، مكلفة مليارات الدولارات. أطلقوا هذا وقال لك لسه حينتظروا مناية طويلة عشان يعرفوا كيف تكون هذا الكون. نحن طبعا الشيء ده ما بزيدنا ولا بنقصنا، الكون ده ربنا ورانا كونه كيف، خلقه كيف ربنا ورانا، خلق الإنسان كويس، والأرض خلق كيف، وقدر فيها أقواتها، والجبال أرساها، بيّن سبحانه وتعالى كل شيء فيما يتعلق بالخلق. فبالتالي السماوات والأرض كانتا شنو؟ رتقا ففتقناهما. ولما سئل عنها ابن عباس قال فتق الأرض بالزرع والسماء بالمطر.
وبعدين في القرآن بأنه أساس الأرض دخان، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ فبالتالي الناس الآن منزعجين، عندهم شك واضطراب وقلب، كويس؟ لكن الحمد لله أهل العلم والراسخون فيه وفي المعرفة لا يهزهم هذا. يقول ابن القيم، شوف الكلام بتاع ابن القيم الراقدة، لعلهم بالمعرفة يقصدون العلم. قام جاب تعريف للعارف بالله، طبعا كثير الزمن ده أي زول يقول شنو؟ ها؟ العارف بالله، قلت أي زول عارف بالله، كويس؟ وإن شاء الله ربنا يكثرهم بس يكونوا عارفين شنو؟ معرفة هندي. قال لا يوصف بالمعرفة التي هي أساس الطريق وجوهره ومبتداه ومنتهاه، بداية السلوك الصحيح تعرف الله وتمشي في الدرب. زول ما بيعرف الله بيمشي، أول حاجة بيمشي في الدرب، وأي زول مشى سار وسعى ومشى وسعى سعي العارفين وبلغ من المعرفة منتهاها في الرسوخ. قال لا يوصف بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبآفات الطريق وقواطعه، وله مع الله حال تشهد له المعرفة. فالعارف من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملته، ثم أخلص لله في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إلى الله على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به الرسل ولم يشبهها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. هذا هو العارف بالله سبحانه وتعالى. يا سلام، ده زول بيكون مجيه، بيكون زول نجد. بعد ده بدأ ابن القيم يتحدث عن أقوال علماء السلوك، ليس اللغة، عن أقوال علماء السلوك والتربية في المعرفة، وقال هم لا يعرفونها إنما يتحدثون عن آثارها وعن شواهدها وعن ثمراتها. مثلا واحد يقول لك من كان بالله أعرف كان منه أخوف، هذا يحدث عن ماذا؟ عن أثر من آثار المعرفة. فمن آثار المعرفة ودلائلها أن صاحبها يراقب الله. لماذا؟ لأنه عرفه، عرف أن الله يطلع عليه، وعرف أن الله لا تخفى عليه خافية، وعلم أن الله أحاط بكل شيء علما، فبالتالي دفعته هذه المعرفة إلى أثر من الآثار وهو شدة خوفه من الله. عرف سطوة الله وغضبه وأليم عقابه، وأنه لا يفلت أحد من قبضته ولا يخرج أحد من جبروته وسلطانه، فخضع لله سبحانه وتعالى. لذلك كان الحافظ ابن حجر يقول، وهذا من أجمل ما قيل في المعرفة، هو وقول يحيى بن معاذ وقول الجنيد، ذكرونا ما أنسى، كان نسيت قول لي قول يحيى بن معاذ وقول من؟ الجنيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على قدر قربك من الله يكون حياؤك منه، على قدر قربك من الله يكون حياؤك منه، وعلى قدر معرفتك بالله وعلى قدر معرفتك بقدرته يكون خوفك منه. كان بيقدر يسوي دار يسوي انت بيخاف منه، لانه يمكن يبطش بك ويفعل بك ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اما قول الجنيد قيل له كيف عرفت الله؟ قال لولا ربي لما عرفت ربي. وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه. قال لي عرفت ربنا كيف؟ قال لو ما هو دلاني على معرفته ما كنت عرفته، عرفته به. صحيح، هو صاحب المنة، هو صاحب الفضل، هو صاحب الشكر، هو صاحب الحمد المطلق الكامل، لولاه لما عرفت شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما قول يحيى بن معاذ في المعرفة، قال يخرج
العارف بالله من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين. أي زول عارف بالله عنده حالتين لحد ما يموت ما يكون شبع منه ينتبه لسه دايرين. قال ثناؤه على ربه أن يكون شنو كثير شنو كثير الثناء شنو على ربه وبكاؤه على نفسه. يا سلام، أي عارف بالله يخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شنو من شيئين، شنو؟ ثناؤه على الله وبكاؤه على نفسه. يا سلام، طبعا انت لو ماك عارف تقول البكيني شنو، صح؟ يقول البكيني شنو. وده للأسف الشديد فهم كثير من الناس، وقد جاء عن السلف أنهم كانوا يخافون، وهذا كثير عنهم. يعني يقول أبو بكر الصديق لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها، عارف ده. يخرج العارف من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين، ثناؤه على ربه وبكاؤه على نفسه. يا سلام يا سلام. أيضا جاء في المعرفة تعريف، قال ابن القيم بعض السلف قال من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. ضاقت عليه الدنيا شنو؟ الدنيا حتى واسعة ولا ما واسعة؟ تضيق عليه ضيق شديد. طيب، وقال غيره من عرف الله تعالى اتسع عليه ما كان ضيقا. قال ابن القيم ولا تعارض بين العبارتين، فإن كل عارف بالله يضيق عليه كل مكان ليس فيه ذكر ولا طاعة لله. يعني لو مشى بلد ما لقى فيها مسجد الدنيا دي كلها تضيق عليه، صح؟ صح. ليه؟ لأنه لا يجد نفسه إلا في شنو. فالعارف بالله إذا عرف الله ضاق عليه الدنيا، ضاقت عليه الدنيا وإن كانت واسعة. وعكس ذلك لو أنك أدخلت عارفا بالله سجنا وحبسته، طالما أنه ذاكر لله فإنه لا يبالي بالسجن، بل ويرى نفسه في سعة وفي نعيم وفي راحة بال وفي طمأنينة نفس. كلام متين. قال آخر من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين. يا سلام، ده صحيح. شوف يا إخواننا، بيعرف ربنا الموت ما بيقبل، ما بيقبل الموت، وعارف ما شوين والأمور بتاعته عارفة وموضوعه عارفه. الناس الملكلكين المجهجهين هم اللي بيخافوا من الموت. والله يكلمك، عشان كده ربنا قال لهم لليهود تحداهم، قال لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ما بيتمنوا شنو الموت. طيب، قال رحمه الله تعالى ابن القيم، ده كلامه وده من ألطف الكلام، من عرف الله أحب الله على قدر معرفته به، صح؟ طيب، في المخلوقات زول ما بتعرفه بتحبه، كان عاشرته وظهر لك خصال جميلة منه، هتعمل شنو؟ هتحبه. وليه ما كنت بتحبه؟ لأنه ما كنت عارف. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه وعظمه، وذلك علامة العارف. الكلام المهم جاي. يا سلام، الكلام ده قلت لكم في درس من الدروس، وقلت لكم حيجينا في منزلة المعرفة وبسألكم منه، صح؟ ما حصل؟ قلت لكم كلام في منزلة من المنازل، قلت لكم ده حيجينا في منزلة المعرفة وحسألكم منه. قال ابن القيم قلب العارف كالمرآة الصافية وقلوب العباد مرايا، مرايات. وقلب العارف مرآة صافية، وعلى قدر صفاء المرآة تكون الصورة جلية، وعلى قدر نقاء قلب العارف تكون صورة الآخرة في قلبه نقية وواضحة لا تشويش فيها. الكلام ده قلت لك ولا ما قلت؟ كما قلت ما تخافوا، ما تختشوا، قولوا ما قلت. ولا ما قلت؟
ويعني خلاص أقول لكم من الأول ما في مانع، أقول لكم تاني من أول وجديد. قلب العارف مرآته، وكلما كانت المعرفة أقوى كلما كانت المرآة شنو صافية، وكلما كانت المرآة صافية كلما كانت الصورة واضحة. ولذلك صورة الآخرة في قلب العارف واضحة لأن مرآة قلبه واضحة. فالآخرة عنده كأنها رأي العين، كأنها شنو؟ كأنها رأي العين، ما فيها غموض. يا سلام، ابن القيم قال شنو؟ قال إذا سكن الغدير الماء على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، وجنب أن يحركه النسيم. عندك موية صافية، في موية صافية لكن في موج برضو ما بتظهر في الصورة، لكن دي موية صافية وما لا ولا يحركه النسيم. بدت فيه السماء بلم ترى، السماء تشوف الغدير صح؟ السماء بعيدة ولا قريبة؟ تشوفه جوه الغدير ده. بدت فيه السماء بلم ترى كذاك الشمس تبدو والنجوم. الشمس تشوفه جوه شنو؟ جوه الغدير والنجوم. قال كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم، يرى في صفوها شنو؟ الله العظيم. يا أخي ده كلام تجيل. يا السلام، قال ابن القيم وهذه الرؤية هي رؤية المثل الأعلى لله في القلوب، وإلا فإن القلوب لا تحيط بالله تعالى ولا تحيط به العقول ولا الأفهام، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. صح؟ صح ولا ما صح؟ جل وعلا. يا السلام، يا أخي ده كلام، أنت عارف الكلام ده في ناس تسمعوه يترجموا، تعرف يترجموا يعني شنو؟ أن قلب العارف مرآة شنو؟ صافية. طيب، كلام نفيس جدا في المعرفة، نقله ابن القيم قال ومن علامات العارف. طيب ده تبقى عارف ولا ما تبقى عارف؟ داير ولا ما داير؟ داير تبقى عارف. قال لك عليك بالآتي، من علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا. انت لو بقيت عارف ما تقول الدوني اصلا، ما تقيف في صف وتقولون الدوني تشحد. العارف ما بطالب، بيقول ربنا بجيب لحد هنا. طبعا هذا لا يعني اسقاط الاسباب، انما يعني يريد كمال التوكل وانه لا يهتم بالدنيا ولا يخاصم. ما بخاصم زول اصلا ليه؟ بيقول اصلا في شنو؟ انا اضيع زمني وفي خصومه، هو في شنو ذاته؟ ما عنده وقت. ولا يعاتب، لو زول قصة فوعة أقول أنت ما عملت وأنت ما سويت، دي ما من علامات العارفين. لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا. وما بشوف يقول لك جد حبوا الناس يكلمون الزينة دير، حبوا يدونا بدون ما يكلمون، ما بقول كلام زي ده أصلا. لا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا، ما بشوف إنه أحسن من زول ولا بشوف إنه هو عند الناس حق. وذلك من عظيم معرفته وانشغاله بربه. والله ربنا كان قدرك كويس تحقق الكلام ده، لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب كويس، ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا. ده زول عارف بجدة، ده بكون فاهم. ما شفت أصو العارف لا يتنافس مع الناس في دنيا أصلا، ما عارف نهايته وعارفه وعارف أن الموضوع ده مكتوب كده، في أشياء تسكنه فتجعله لا يسترسل. قال ابن القيم نقل ذلك عن الجنيد، لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر. الواطدي، الناس الماشيين فوقها مجرمين، تقول أنت مجرم ما تمشي؟ لو كانوا المجرمين بيمشوا في الواطدي وبيقعوا كان زول مشى بكل عينه ما في ذاته. الحسن البصري قال لو كان للمنافقين أذناب لسدوا عليكم الطرقات، قال لهم
ده في زمن الحسن البصري قال لي لو كان المنافقين أي منافق عنده ضنب قال لي من كثرة الضنوب الشارع بتقفل ذاته. ده في زمن الحسن البصري كويس شفت الكلام ده كيف. فبالتالي وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وكذلك العارف، العارف معون واسع عنده سعة قال لي ما بضيق يقول له نبذوك وأساؤوك وكذا يسكت ساكت ما برد ولا بيتكلم ولا بيشتغل بالموضوع ده كويس. طيب قال قال ابن عطاء الله السكندري للمعرفة ثلاثة أركان الهيبة والحياء والأنس. دي أركان المعرفة، ما في معرفة بلا هيبة. ما إذا عرفت الله بتحابه، فلان ده كان عرفته شغال شنو بتخاف منه، وكان عرفته زول ما عنده شغلة ولا تجيب له خبر. الهيبة والحياء، الهيبة بتولد الحياء أصلا، أنت كان هبت حاجة بتستحي منها. بعد ذاك الأنس، كلما كنت من الله قريب كلما كنت به مستأنس، كلما عرفته جمالا وجلالا وكمالا كلما كان هذا من الذي ولد الأنس في نفسك. وقال قيل لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهذا هو أصل المعرفة. طيب أجمل ما قيل في المعرفة، العارف ابن وقته. ابن القيم قال هذا من أحسن الكلام وأقصره. العارف ابن شنو؟ ابن شنو؟ وقته. فهو مشغول بوظيفة وقته، فما مضى لا يعود إلى أبد الآبدين، وصار في العدم، وما لم يدخل بعد فهو غيب لا يسأل عنه، إنما يسأل عن عمارة وقته، لأن الوقت وقته مادة حياته، إذ أنه لا يستطيع أن ينجز خيرا إلا في وقت من الزمن. ولذلك قيل العارف شنو؟ العارف شنو؟ ابن شنو؟ ابن وقته. كلام عجيب ابن القيم ده، ذو خطير. قال شوف الكلام الخطير ده، لكل شيء عقوبة. الشافع بيعاقبه بشنو؟ بالحرمان صح؟ أو بالضرب. والمرأة بيعاقبه بشنو؟ بالهجر، بالطلاق. والراجل المرأة بتعاقبه بشنو؟ بالغلغلة، تغلغله كويس. وأي حاجة عندها عقوبة. قال لك وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر ربه. أجز العارف بالله أقصى عقوبة إنه ما يقدر يذكر الله، يغفل عن ذكر الله، دي بيعتبر عقوبة من الله له. العارفون يعتبرون غفلتهم عن ذكر الله عقوبة من الله له. والله يا أخواننا الدرس ده الليلة متين ومليان. قلت لك المعرفة أساس يا أخي، المعرفة والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والصبر واليقين والشكر، دي أساس شنو؟ أساس المنازل، أساس منازل السائرين. قام ابن القيم جاب كلام لبعض العارفين وقال ده كلام خطير جدا. العارف قال شنو؟ برضو عندهم مرات حاجات فيها شطحات. قالوا شنو؟ رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. رياء شنو؟ العارفين أفضل من إخلاص شنو؟ المريدين درجة. المريدين شنو؟ أزول بك بسالك يسلك في الطريق بشنو؟ مريد، عرفته؟ بعد نجبة مريد بك بشنو؟ بيبقى عارف. المريدين أقل من شنو؟ من العارفين. رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. ابن القيم قال هذا كلام خطير، لكن يؤول على أن العارف يفعل أفعالا علانية رآه الناس، وقد يظنه الناس أنه يرائي، ولكنه في الحقيقة يريد أن يعلم الناس ليقتدوا به، فلم يكن الأمر رياء، إنما فعله وقد رؤي وفعله أمام الناس، ليس لأجل أن يمدح، إنما لأجل أن يقتدى به ولأجل أن يتعلم الناس. أما إخلاص المريد فلنفسه ونفعه لذاته ولخاصته، أما رياء العارف أي فعل العارف في العلانية الفعل يستفيد منه خلق كثير، ولذلك العارف ينتفع الناس به،
يا دوب الناس يتنفسوا. في ناس كانوا تنشنوا تنشنة لما قلت الكلام ده رخوا أعصابهم قالوا كده كويس هاي كده كويس تنفسوا الصعدات زي ما بيقولوا. طيب قال الجنيد سألوا قال لي العارف شنو؟ والله قال العارف لون الماء لون إنائه، الماء لا طعم ولا رائحة ولا لون. قال والعارف كالماء. طبعا ده كلام الجنيد ابن القيم ما خطير نجيب. قال شنو؟ قال ويعني بذلك أن العارف لا يقف على نوع عبودية واحدة، إنما يتنقل في مقامات العبودية كلها، وقد أقام قلبه على معبود واحد، فمع الذاكرين ذاكر، ومع الشاكرين شاكر، ومع المنفقين منفق، ومع الحجاج حاج، ومع المعتمرين معتمر، ومع المجاهدين مجاهد، ومع المعلمين معلم، ومع البارين بار، ومع المحسنين محسن. يتلون على حسب لون العبودية وقلبه مقيم على معبود واحد. هذا كلام تقيل له ده العارف. عارف ده انت بقيت عارف هاي، ما تقول لي انا بس الصلاة دي، تصلي لكن في صوم في جهاد في امر معروف ونهي عن منكر. تغني لي في الجامع تقول لي تسبح، وتقول لي نحن الشغلة ما عندنا له شغلة، البلد تفسد يعني، من الذي سيقيم الدين؟ تقول لا لا نحن بس خلينا انتوا امشوا، نحن بنجر لكم السبحة. تجر شنو هذا؟ ما تجر ولا اي حاجة، تجر شنو؟ امر برا في الصحلة دي، شيل سلاحك وقاتل مع الناس، وكي تجي عدو ما تقنب لي تلبد تقاتل مع الناس تموت. ده العارف. في شهر جنازة ما تقول انا ما داير ادو، تمشي الشيع طوالي القراط ما يفوتك. العارف يضرب في كل عبادة بسهم، وله في كل عمل نصيب من الخير. شنو؟ اي قال لك زول عيان تمشي تعود المريض وهكذا، اي حاجة فيها خير يكون عندك فيها سهم، وما تقول انا ما محتاج وانا كفاني وكذي. ما في زول قال لي، لا قال لي برضو واحد قبل يومين قال لي مولانا السجود ده شنو؟ قلت له 6 أيام من شوال وصار، قال لي صوموا بعد رمضان. قال لي شده للرجال ولا للنسوان؟ قلت له كلهم. قال لي انا فهمي النسوان بيجون اعذار، فدونا 6 دي من شوال عشان يصبرون شويه وكذا، الرجال ما يصوموا نهائي. بعدين قال لي اسمع الفهم ده انا قاطع من راسي ده كان غلط وريني. قلت له غلط غلط 100% والله العظيم. قال واحد برضو مشى الحرم قال الصلاة ب100,000، قال خلاص أصلي وأرجع السودان تاني ما أصلي إلا أجي الحرم السنة الجاية بتكفيني. قال له 100,000 دي بتكفيني التب. قال لهم ده فهم منحرف، صح ما صح؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. طيب يقول، وهذا ما سوف نختم به لأنه اليوم انتهينا من كلام ابن القيم عن المعرفة. الدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية، قال صاحب المنازل المعرفة على 3 درجات والخلق فيها على 3 فرق. الهروي يقول، أسمع الكلام ده، أسمع كلام الهروي النجدة، قال باطن العلم، يتكلم عن المعرفة، باطن العلم ده كلام ذنون المصري، ذنون المصري بيتكلم عن المعرفة. ومن كل علماء كتار تكلموا عن شنو؟ عن المعرفة. أي زول قال المعرفة على حسب شنو فهموا؟ قال المعرفة العارف ابن وقته، قال العارف لا يطالب ولا يخاصم مش كده، قال العارف كالأرض يطأها شنو البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا شنو. وهكذا العارف يترفع عن دنيا الناس، حتى قال بعض السلف من الكلام العجيب قالوا شنو؟ نوم العارف يقظة وأنفاس العارف تسبيح. نوم العارف يقظة لأنه ينام بعينه ولا ينام قلبه ولا فكره. نوم العارف يقظة وأنفاس العارف تسبيح. والله يا إخواننا ده كلام يعني عجيب. فذنون المصري رحمه الله يقول العارف لا يعتقد باطنا من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. يا سلام يا أخي،
كلام مؤثر والله. تأثير الكلام ده معناه شنو؟ طيب معناه بعض الناس تظهر لهم مواجد وأذواق ومعارف اكتسبوها من خلال التجربة. بيجي يلقى نفسه إخواننا العلم مهم، بيجي يلقى نفسه الموضوع ده نافع معه. تقول له يا أخي الشيدة في السنة ما في، يقول لك والله نحن جربناه ونفع معنا، الشيدة نفع معنا. تقبل الدين بشنو؟ بشنو؟ بالتجربة. حضرت دافنة بتاعت واحد قريبنا، قابلنا واحد وقفنا الناس، ودي مشكلة الخلق كثيرة. قال ليون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرأت له. قمت سألت واحد جنبي قلت له أنت ده حديث؟ كيف يا مولانا ده حديث؟ قال لي عظيم. شنو ياسين؟ شنو لشنو؟ لما قرأت. والصواب قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة مما اشتهر من الأحاديث على الألسنة ياسين لما قرأ له لا أصل له. إسناد ذاته ما عنده، أصلي ما عنده. زول يملى خشم يقول قال منه الرسول؟ كان قال لك يوم القيامة ما قلت، قلت أنت بشوين كان قال لك ما قلت. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لا أصل له، لا أصل له. الحديث ده ما عنده أصل. وحديث اقرأوا على موتاكم ياسين في السنن ولكنه ضعيف، ضعيف. أن شوف إخواننا العلم مهم. ما تبقى لي زول تقول لي أنا زول كويس بعرف الله ودار أعبد الله، لو ما تعلمت ما تعبد، تعبد بجهل. من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا شنو؟ إلا بعدا. فبالتالي هنا يقول ذنون بعض الناس له واردات وأفكار وتكون عنده معلومات لكنها تخالف العلم الشرعي الصحيح يستمسك بها. قال هذا ليس بعارف، بمعنى العارف هو الذي يجعل عمله وعلمه على مقتضى الوحي الصحيح الكتاب وشنو؟ وشنو؟ والسنة. طيب العبارة البعدة عجيبة، ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام. قال شنو؟ أسمع القاعدة دي، كثرة النعم تطغي، وهذه من آفاتها، ولا علاج لذلك إلا بالشكر. كثرة النعم تطغي. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. زول مفلس وجاته قروش، ده كان ما بخاف الله يبدع، كان ما بخاف الله يبدع. قال العارف لا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. مشكلة. يعني في واحد من أعمامنا معاي في المسجد هنا مرة تكلمت عن موضوع زي ده، قام قال لي عندي صاحبي عنده قروش كثيرة وعقارات وأموال. قال مرة قال لي أنا كان حس خليت الشغل وقعدت في البيت قروشي دي ليه جنا جناي ما بتكمل. قال لي ما شغلتها بس خديتها كدي، القروش دي خديتها كدي ما بت... لو ولعوا فيها أنا ما بتحرقها. قال لي بعد سنين كان القليك الزول معي في المواصلات في الحافلة، قال لي ما عرفته فلان. قال لي أي في شنو؟ قال لي يا زول الزمن ما بيقولوا شنو دولاب ولا شنو بيقولوا دولاب ولا شنو الزمن دولاب. بالله أنت ما كنت عارف الكلام ده يا أخي، ولا جنا جنا هو ذاته حي قروشه كملت رأي شنو عليك الله. شوف الافتراء ده يا أخي ما تفتري. لذلك قال سلفنا البلاء موكل بالمنطق. ما تقول كلام بعدين. أنا لاقي الزول في الحراسة رسل قال إلا يجيبوا لي محمد سيد، وأنا كنت عارف زول غنيان. الزول ده جاته قروش كويس بعدين قروشه كثيرة قاعد شتيته كده يضحك يعني. قال شنو يا نعمة زولي؟ قال لي كان بتزولي من كثرة القروش دي. الزول ده مرقى في السجن في الحراسة رسل قال إلا يجيبوا لي محمد سيد ده عشان يجيني في الحراسة، ما قادر يدفع شيك بكم مليون بس ترزعتها زول ربنا بيتحرق. قام ابن القيم ذكر حاجة عجيبة جدا الناس ما بيهتموا بها. قال شنو أسوأ شيء؟ أسمعوا كلام ده كويس أخوانا، ده اعتبروا خلاصة الدرس. أسوأ شيء أن يغرك ستر الله لك، وأسوأ شيء أن يقول العارف لا يضرني ذنب. أنا عملت كثير
تاني الذنوب دي بتضرني. يقول ما خلاص مش في ميزان اللي يجيبه بعدين يوم القيامة في الميزان حسناتي أكثر. ده بيمشي يرجع حسنة ما في رأي شنو؟ كان الله قال لك حسنة ما عندك تمشي وين؟ أسوأ شيء أن يغرك ستر الله. في ناس بيعملوا المعصية وبعدين بيخف لما يخلو بنفسه يقول بلي أنا حسنة كان اكتشفوني كنت أمشي وين؟ وأولادي وزوجتي وأهلي وأصحابي وجيراني وأرحامي وأعدائي كلهم كانوا يعرفوا لما نتذكر الكلام ده يا من يكشف كده معقول وما يكشفه تاني يرجع للمعصية. ليه؟ لأن الله ما فضحه. لكن بيجي يوم بيفضحه. وأقول لك قول في نوع من الناس لما يتمادى ربنا يمنع التوبة ويخليه يتمادى ويفضحه قدام الناس عشان يبقى عظة للناس. لذلك ذكر ابن القيم ويقول العارف لا تضره الذنوب. قال لا العارف ذنبه أكبر. شوف الاستدلال. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ قال ابن القيم كلما كان العبد نعمة الله عليه أتم كانت عقوبة الله عليه أشد. انت الله ما أدك أي حاجة راكب وشارب ومتنعم وتعصيه وعارف انه دي معصيه انت وتعصيه يا ويلك. ليه قال لنساء النبي؟ لان نساء النبي بيعلموا مدى وهن ان شاء الله يعني هذا من باب الخطاب الذي فيه تحذير ولكن لا يقع منهن شنو منهن هذا. يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. زول عارف عالم وغلط وزول جاهل غلط اللي بتحاسب عند الله اكثر يا ترى العالم. عشان كده في نوع في نوع من الناس السلف ذكره ده نوع غريب يقول لك يعمل المعصيه يقوم شنو يقول خلاص نعمل حسنات تمحوها خاصه من ارباب الاموال. يقول خلاص انا بعمل معصيه بجاي وبصدق بجاي ده ما بيمشي. ما هكذا يتعامل مع الله. والله ما هكذا يتعامل معي. لو كنت جناي جناي لو بيصرف معي كذا بخليه جناي لو بيصرف معي كذا بخليه بطرده ما برضى منه. ولله المثل الأعلى. تتعامل مع الله بهذا المنطق. في زول مثلا يسمع أنا سمعت كلام زي ده يقول لك في عرفة بيغفر عن الذنوب العظام يقوم يأكل حق الناس ويعمل إجرام ويزني ويفعل. يقول لك نمشي الحج نغسل هناك. يا سر انت بتلعب ولا شنو؟ ابن القيم جاب حاجه عجيبه قال هذا ممكور به من الله. ربنا ما كربه ما عارف هو ما قال الله معه تمام التمام بديه معه تمام التمام وساتره واي حاجه وبيقول خلاص انا ما بكشفني الله والله راضي مني انا بعمل له حاجات ثانيه كده. انت عارف ده ممكور به ده مكر من الله به. ربنا بيمكر لكن يمكر بمن؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فبالتالي هذا من الشيء العظيم الذي يعني ينبغي أن نحذر إخواننا منه. آمل أن يكون كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة المعرفة أن يكون كلامه يعني قد انتهى. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.